الخير وأهلا بكل سادة المشاهدين في كل مكان. ما في شك طبعا أن جائحة كورونا عملت تأثيرات كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وحتى بالنسبة لمستوى التعليم. في دفعات كثيرة جدا جدا كان مفروض تتخرج من الجامعات، ولكن مع موضوع كورونا تأخرت لسنوات طويلة جدا. هنشوف برضو موضوع القراءة في واقع الدفعات الجديدة المفروض تنزل حقيقة في العام ده في جائحة كورونا، من خلال ضيفنا الموجود معانا البروفيسور عبد العظيم سليمان المهل، أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. مساء الخير يا بروف. مرحب بكم، إن شاء الله نقضي وقت طيب معاكم إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا بك يا بروف منورنا. في البداية كده عايزينك يعني تعمل لنا قراءة على واقع الطلبة الجامعيين في الوقت الراهن ومصيرهم المضطرب حاليا، يعني شبه ما معروف. في البداية أولا نشكركم، يعني وحقيقة الطلبة في الوقت الحالي وضعهم سيء 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 للغاية. والطالب بتسأله يمكن 3 سنوات يكون هو في سنة أولى، 3 سنوات قاعد في أولى، وده شغل ديبريسنج بالنسبة له، وهو بالنسبة لأسرته، بالنسبة للمجتمع اللي هو عايش فيها. ولذلك الطلاب هم كمان درجات، في نوع من الطلاب ده بيكون قاعد في البيت ما عنده أي شيء، بعين بس بتاع ريموتات وبعين في السقف، ده في بعض الأحيان بيحلج يعني بيفقد عقله خالص، بيطلع برا الشبكة لأنه بقى ما عنده، خلاص بقى يفكر في أشياء كده، واليوم كله قاعد في الأوضة ومحصور في أوضة كده. في نوع من الطلاب حقيقة استطاعوا أنه يستفيدوا من ذلك، يعني خاصة الطلاب في الأغاليم، يعني مشوا واشتغلوا في الزراعة، اشتغلوا في الرعي، اشتغلوا في الصناعة، في كده ديل استفادوا من الوقت بتاعهم واستطاعوا أنهم يعني حتى في داخل العاصمة وفي المدن الكبرى أيضا برضو في ناس قدروا يشتغلوا، يعني وبيشتغل يا يشتغل في السوق، في ناس عندهم كان مبادرات خيرية، في ناس كان عندهم مبادرات عادية لايف جيت وغيرها، دي هم شغلوا بها نفسهم وفي نفس الوقت حركوا بها نفسهم، لأنه أصعب الإنجليز بيقولوا لك أصعب عمل أن لا تعمل. وهنا في حالة الكورونا أنت ما بتشتغل ومسجون كمان، ودي حالة طبعا بتكون خطيرة جدا. يعني في البعض الآخر كمان، في بعض الطلاب كمان وضعهم أسوأ، ديل كمان انحرفوا خالص عشان يقضوا الوقت بتاعهم يا مخدرات يا يمشوا جرائم وكده، ودي كمان إشكالية تانية كبيرة. ولذلك الطلاب كلهم متأثروا سلبا، يعني لأنه تتخيل طالب يكون في 3 سنين هو في صف واحد يعني، ومشكلة في الوقت اللي فيه أغران في الخارج ديل. السودان كبلد كمان يعني يتضرر بشنو؟ إحنا عندنا حاجة اسمها يعني السياحة التعليمية. السياحة التعليمية دي إحنا أصلاً عندنا السياحة التعليمية، السياحة العلاجية، وعندنا نوع ثالث من السياحة هي الترفيه بالشقاوة. يعني عندنا ناس سياح بيجوا يرفهوا في السودان بجنوب بالشقاوة، ما هم أصلاً عايشين في نعيم، يعني عايزين في نعيم، لما يجوا للسودان لما يركب ليه لوري، لما الكهرباء تقطع بتكيف ذات، والكهرباء تقطع يلقى المويه قاطعة، يلقى كده برفهوا بالشقاوة. ففي السياحة الحقيقة سياحة الشقاوة، الشقاوة دي، وفي السياحة التعليمية، السياحة التعليمية دي بتدخل للسودان ما بين 500 مليون لمليار دولار، أكتر من الزراعة بالمناسبة. ودي عبارة عن طلاب من أفريقيا، سواء كان من نيجيريا أو غرب أفريقيا أو غيره، دول الصومال دولار، هاي بيجيبوا دولار للسودان. يعني عند اليمن برضو، من اليمن، من سوريا، حتى من مصر ومن دول تانية أخرى يعني. ودي حقيقة كانت يعني مصدر للسودان خلال 3 سنوات دي انقطعت. وللأسف بيقول الناس بيرسلوا، حتى المغتربين نفسهم بيقول يرسلوا أولادهم إلى أوكرانيا وإلى دول أخرى مستقرة، لأنه بيقارن بأنه ولده البقرة في أوكرانيا يتخرج قبل ده ب3 سنين، وبقت ده البلد نفسها يعني تأثرت من ذلك حقيقة تأثر كبير جدا. في 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 يمكن في بخطروضة، في بخطروضة ال بيحتج منه ما الأساتذة ولا الطلاب، لا بيحتجوا ناس البلد ذاته، قالوا حالتنا وقفت لأنه البلد ذاته معتمدة على الطلاب دي نفسهم.
والطلاب بيساوي تقريبا تلت الحركة التجارية وتلت المواصلات. لما يقفوا الطلاب، يتخيل لما يقفوا الطلاب في جامعة السودان بيكون في جيش جرار من الناس الشغالين في الكافتريات وشغالين في التراحيل، ودي كلهم بتأثروا. ولذلك الأثر في النهاية بالنسبة للطلاب حقيقة أثر سالب جدا، لكن درجة السلبية بتتفاوت من شخص لشخص آخر. طيب بروف، الجائحة عالمية وفي دول كثيرة تأثرت في الأول، ولكن بيقول لك في أي دولة بيكون في زي عراب كده، يقول لك والله الدولة دي عندها عراب مثلا، اللي هو ده الزول البضع الخطط والسياسيات. نعم. السياسات بشكل عام يعني. نعم. نحن في السودان زي مفتقدين للموضوع ده، يعني في ناس كثير جدا موضوع التعليم ده قدروا على الأقل في الثلاثة أو ستة شهور الأولى حلوه، إنه كيف تكون الدراسة، إنه كذا وإنه كذا، لكن نحن ما زلنا متغلبين، نقفل نفتح، نقفل نفتح، لا خلوا لا أعملوا لا، يعني ما في حاجة واضحة. وإنت رأيك شنو؟ وإحنا حقيقة عندنا اضطراب، عندنا اضطراب سياسي وعندنا اضطراب بتاع سياسات. في السياسات بصورة عامة، في اضطراب بصورة كده يعني أي مواطن بيشعر به يعني. صح. وبالتالي ما في خطة واضحة، لا خطة قصيرة المدى ولا خطة متوسطة المدى ولا خطة بعيدة المدى. وما عارفين إحنا ذاته نتعامل معاه كيف. صحيح. وبنتعامل معاه برزق اليوم باليوم، وبنتعامل معاه بإطفاء الحرائق. ماشي. ولذلك الطلبة مشوا للعيد، الطالب عشان يمشي للعيد كيف يدبر الترحيل بتاعه، لأنه لو ماشي بورسودان عايزه 7000 مثلا. إذا ماشي دارفور داير له قريب لي 10000 جنيه. مشوا للعيد وانتهى العيد وجوا راجعين، بعد العيد بيوم واحد أو يومين تقول لهم لا أرجعوا تاني. يرجع كيفه يعني؟ كده أزل الأسر يعني. معناه ما في خطة واضحة. صح. يعني ما في خطة واضحة. ولذلك شوف كمية المكابدة، كمية الخسائر الحاصلة. والجائحة دي يا جماعة ممكن تستمر يوم، ممكن يومين، ممكن شهر، ممكن شهرين، ممكن سنة، ممكن سنتين، ممكن 5 سنين، ممكن 10 سنين. صحيح. ولذلك أغلب الدول بقت شنو؟ عندها عراب وعندها ناس بيعملوا لها الحلول بتاعتها على حسب شنو؟ على حسب الوضع اللي هو الستيتس كو المر في البلد في الفترة المعينة، ويتعاملوا معها يعني في النهاية. صح. بروف عبد العظيم، بما انه هي الجائحة بقت يعني امر واقع لابد من التعايش معه، عايزين نعرف طرق التعامل الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية، خاصة انك بتدرس يعني في جامعة كبيرة جدا حكومية. اولا طبعا الجامعات اتعاملت مع الجائحة دي باختلاف يعني. في جامعات حقيقة اتأثرت تأثير كامل، بمعنى انه كومبليت شت داون، خلاص قفلوا خالص، وقفت خالص، ودي اغلبها الجامعات الحكومية. ودي للأسف ليه وقفت؟ وقفت لانه ما عندها حاجة اسمها الانفراستراكشر، اللي هي ما الانفراستراكشر، ما عندنا الانفراستراكشر اللي هي البنيات التحتية الأساسية. الانفراستراكشر اللي هي البنيات التحتية المعلوماتية، فهم ما عندهم البنيات التحتية المعلوماتية، ولأنه ما عندهم البنيات التحتية المعلوماتية ولذلك لا يستطيعوا أنه حتى ينفذوا لهم برنامج واحد أونلاين. يعني مشكلة مادية. دي مشكلة مادية ومشكلة بتاعت شنو؟ بتاعت بنيات تحتية يعني. دي اتأثرت تأثر كبير، ودي أغلبها جامعات حكومية. الجامعات الخاصة أيضا، في داخل الجامعات الخاصة متفاوتة. في بعض الجامعات الخاصة تأثرت بصورة بسيطة، ودي للناس اللي عندهم شنو؟ اللي عندهم الإمكانات وعندهم البنيات التحتية اللازمة، طوالي قلبوا ل أونلاين. فبقت الدراسة بتاعتهم أونلاين، بقت ما عندهم مشكلة، وعالجوا المشاكل المختلفة بتاعت الأونلاين. وحكاية أنه الطالب ما يعني في حجة كده في الجامعات الحكومية ما بتلقاها في الجامعات الخاصة، يقول لك أخي الطالب ده أونلاين ما بيقدر. بالعكس، الطلاب يا جماعة الجيل اللي علينا ده في الروضة. صح. في الروضة، والله يسعى البيت، في الروضة تطقطق لك الموبايل وتطقطق لك الريسيفر وتطقطق لك التاب بصورة ما عادي، وتطقطق لك الفيسبوك وتطقطق لك الفيسبوك ويرجع، ودي ده ما ده جوهرهم. صحيح. ده العالم حقهم، ده عالمهم. ايوه صحيح. وللمعلومية في 2030
60% من الوظائف الموجودة حاليا دي ما بتكون موجودة. صحيح. و 60% من الوظائف بتكون هي مرتبطة بإيشنو؟ مرتبطة بال الحاسوب يعني. صحيح. بشكل أو بآخر. يعني مثلا زي مصورنا هاني ده ممكن بعد ده يشوف له جوب تاني يعني وكاميرا ويحرك دي. الصينيين عندهم مذيع مذيع. أيوة. أقول لك شنو المذيع ده لما يجيبوا كده في الهناية يطقطق ليك النشرة دي ولا غلط. صحيح. بالغلط ما في. وبراو في الاستديو. وبراو في الاستديو. أيوة. وبعد ذاك بيكون شنو الغناء كلها ما بقوم فيها اثنين شغالين. طيب نحن نرجع للموضوع. طيب ما بقدر نستغنى عن المخرج. المخرج ده مهم. بتاع الصوت ده مهم ما بنقدر نزعلون. طيب في منحة آخر أنت قلت في حلول اتعملت بالنسبة لل يعني في جامعات عندها تولز يعني أدوات الخاص بها وقدرت تمر برا المنظومة دي. نعم. لكن كمان برضو بنتفاجأ بأنه يعني مثلا أسعار النت شركات الاتصالات كل يوم يعني بيزيد في الأسعار الجيجا بكذا وكذا وكذا يعني أنا بشايف إنه برضو الجامعات خاشة في إشكاليات مع ما في ما في اتفاق كده يعني أي واحد زي بقوله مش بتقطق براو ولكن شايد براو وده هنا يفترض شنو يدخل دور الدولة. طيب إحنا حنرجع للكلام ده لكن بس عندنا فاصل إعلان قصير. طيب. بعدين نرجع للنقطة دي. مساء الخير ومرحب بكل السادة المشاهدين مرة تانية على شاشة النيل الأزرق ومرحب بضيفنا موجود معنا البروف عبد العظيم سليمان المهل أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وبيتكلم في موضوع الكورونا والطلاب. قبل ما نطلع الفصل الآن وقفنا في موضوع عدم التوافق بين المؤسسية إذا جاز دي التعبير سواء كان في شركات الاتصالات اللي بترفع موضوع الرسوم شراء الباقات النت والجامعات بيجاي يعني تضارب كده من كثير جدا من الحياة يعني ما في شكل واضح كده لأن إحنا والله قادرين نعبر يعني في قصة السياسات اللي عندها علاقة بالتعليم يعني هي واحدة من الإشكالات بتاعت الأونلاين والتعليم الإلكتروني هي الشبكات والشبكة ومدى توفرها وتكون في متناول يد الطلاب يعني وهنا يفترض أنه تبرز دور الدولة اللي هو تدعم التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة يعني ومعروف أنه التعليم العالي عنده شبكات وشبكات التعليم العالي فيها السودرين وفيها شبكة اسمها الشمس الاثنين ديل هم بحقيقة بمدوا الجامعات يعني بالشبكات يعني ولكن للأسف طبعا الجامعات يعني مقدرتها محدودة ما بيقدروا يشتروا السعة العريضة اللي بتمكنهم من أنه كل الطلاب يكونوا أونلاين يعني والحكاية دي برضو بالنسبة للجامعات الخاصة هي متاحة للجامعات الخاصة لكن برضو عليها أنها تسدد يعني ولذلك كان مفترض أنه الدولة في الفترة دي تدعم التعليم الإلكتروني وتدعم هذه الشبكات وبالتالي يكون عندنا المقدرة أنه الجامعات تنفذ الجامعات اللي ما فيها infrastructure أو ما فيها يعني بنيات تحتية معلوماتية يفترض الدولة دي فرصتها كمان أنها هي تعمل لها معلوماتية وتعمل لها بنيات تحتية وده بيفيد حتى في المستقبل يعني خاصة الجامعات الإقليمية وغيرها يعني ودي كانت ممكن تبقى عناية شديد لكن حكاية أنه الطالب ما بيقدر دي إحنا حقيقة ما بنوافق عليها ليه ما بنوافق عليها لأنه الطالب عشان يجي للجامعة الآن أقل شيء بيحتاج لألف جنيه مواصلات وفطور وما أعرف شنو عايزه أقل شيء ألف جنيه مواصلات وفطور بس أي مواصلات وفطور ألف جنيه ولو بيركب مواصلتين ولا ثلاثة كمان الألف ذات ما تكفي الألف جنيه ده مطلوب منه شنو أنه يأخذ منها 100 جنيه بس يقوم يدخل بها النت 100 جنيه ينزل المحاضرات بتاعته وهم أصلا الجيل الحالي ده 24 ساعة مكبسين في الموبايلات بتاعتهم دي وعندهم ممكن ما يفطر ممكن ما يأكل خالص لكن تلفونه ده بتلقى آخر صيحة يعني أبو ذاته تلقى شايل 13 لكن هو تلقى حاجة غير يعني طيب بما انك دخلت في الاباء احنا حاليا مستضيفينك كبروف اكاديمي احنا عايزين نتحدث عن استاذ عبد العظيم كوالد انت عندك طلبه في الجامعات الضرر اللي لقاكم انت شنو كاباء احنا حقيقه كاباء الضرر انه الطالب بتاعك هو لما الطالب يا جماعه يعيد
يعيد السنة يعني هم عادوا 3 سنين صح. الطالب لما يعيد ما بعيد الطالب بيعيد ولي الأمر لأنه حيعيد المصاريف تاني شايف. فولي الأمر العبء عليه كبير غير أنه لما يكونوا قاعدين مثلا في البيت بتبقى إشكالية يعني إذا قاعدين في البيت ما قدرت تستغل لهم كويس أو ما يستغلوا. أنا الكويس عندي 3 تقريبا يعني مهندسين 3 مهندسين قاموا عملوا مبادرة في الكورونا دي عملوا مبادرة بتاعت كورونا ذاتها مبادرة بتاعت حاجة اسمها لايف جيت. فقاموا عملوا ياهو البوابات بتاعت التعقيم الإلكترونية دي فكانوا شغالين طيلة الفترة بتاعت الكورونا في السنسرات والشغل بتاع الكورونا بتاع. المهم شغلوا نفسهم في الفترة دي بالشغل ده وكان فيه هم ذات وهم اللي اخترعوا يعني هم اللي بدوا يطوروا فيه. لكن بصورة عامة تخيل يكون عندك 3 دنايم بيجاي ودنايم بيجاي ودنايم بيجاي وماسكين لك الريموتات وما عارف شنو ينقنقوا لك وليه وإحنا عندنا دي مشكلة كبيرة جدا يعني. وبالتالي ولي الأمر بتعب بالمناسبة تعب ما عادي يعني. وفي الوقت اللي فيه وهو ذات ولي الأمر ما متأثر برضو بالكورونا صحيح. متأثر من جانب دخله قلة ومن جانب بيجاي كمان المنصرف بتاعه ذات وبقت بالنسبة له إشكالية كبيرة جدا يعني يطلع منها كيف دي ذات مش ولغاية الآن مستمرة صحيح. ما معروف 2021 2025 2000 كده. عشان كده لابد كل أسرة تتعايش وكل أسرة تحل مشاكلها يعني. لكن حكاية أنه يقعدوا كده نايمين دي ما بتجي. طيب يا بروف بتتفق بأنه الجانب النفسي عندنا داير شغل كتير جدا جدا في الفترة دي وما قاعدين نهتم بالنفسيات بالمناسبة يعني الجانب النفسي ما قاعدين نهتم به كثير. في واحد مرة مشى سوداني مشى بريطانيا بعدين لما مشى بريطانيا قام قال لي أنا بدون ما أشعر طيرت لي شكلة برا سبب زي فقال لما طيرت الشكلة قام طوالي الاسكوتلاند يارد البوليس مسكني وقلت خلاص ده معناه سجن. لما وصلت لقيت اختصاصي نفسي دخلني للاختصاص النفسي قال له باش الشخص ده يعني طير شكله بدون اي سبب معناه عنده مشكله عنده شيء عنده شيء نفسي يعني أيوة. وقال لي دي كانت بدايه لجنه انا زاد كنت مريض نفسي ما عارف نفسي قال لي دي بدايه للعلاج بتاعي وفعلا دي بقت البدايه بتاعت العلاج بتاعه مش. ولذلك اغلى السودانيين الان لما تجي تلقى عندهم النفسيات وتلقى في الشارع يتكلم انت ذاتك تعاين ما في سماعات يا جماعه ده شنو يا طب لاحظ ظروف الحياه دي زادة. وبعدين ذاته الوجوه بقت ذاته يعني صار كده اي ومج... اي يعني ما يعني احباط ما ادري احباط ما عادي هاي مره بيحسدوا منه انت بيحسدوا المجانين انت مجانين انت تواجه الحياه دي زينا صح. ليه تزاوغ منها جاي يعني بيفتكر المجنون ده ذاته بيتزاوغ من الحياه يعني ما دي ما هو ما مجنون ولا شيء وما في الصواني ذاته كملت شايف يعني ما المجانين بيجوا يحتلوا الصواني أسعى ما في صينية ذاته فاضي ودي شنو دي كلها اللي هي أمراض نفسية وأصعب بالمناسبة الأمراض النفسية اللي إحنا ما بنكون عارفينها. طيب يا بروف كلامك ده بيغودنا لنقطة مهمة الاقتصاد في ظل الكورونا وحتى الحكومة تأثرت طبعا أكيد الحكومة تأثرت في الاقتصاد لأنه وقف الإنتاج خالص يعني إحنا أصلا المواطن السوداني الانتاج بتاعه 5 دقائق في اليوم الناس شغالين في الحكومه دي 5 دقائق في مصر يمكن ربع ساعه في دول الخليج تقريبا 20 دقيقه ولا حاجه زي دي في اليابان بيصل لي 5 ساعات ليه كده ماشي احنا الخمسه دقائق دي ذاتها وقفت وبيجينا شنو بيمشي وبيجي راجع ماشي لشنو جاي لشنو ما في وما في انتاج حقيقه ولذلك تأثر الإنتاج تأثر الاستثمار طبعا ما في استثمار في الوقت الحالي بيجي من الخارج يعني تأثر أيضا الاستهلاك بقى ضعيف جدا وبقينا حقيقة في مشكلة في الاستهلاك لأنه الأسعار بقى كل يوم في سعر جديد يعني ماشي وبالتالي تأثر أيضا العطالة بقى الشعب كله بقى عبارة عن شعب عاطل إحنا الوحيدين في العالم عندنا عطالة موارد وعطالة أفراد تلقى عاطل وهذه 10 فدان قاعده جنبه وينقنق انه دي حاله دي ودي ما عارف شنو يا اخي ما هذه الارض ما تفلح لا بيفتكر ان الفلاحه دي ذات يعني هو كبير عليها يعني
ولذلك الدولة حقيقة بقى ما عندها مصدر بتاع إيرادات، يعني لأنه الضرائب ذاتها قلت، الجمارك نفسها قلت، الأشياء قلت. طيب الحل شنو يا بروف؟ تفتكر إنه الحل شنو؟ الحل أنا في رأيي أنه يعني في الفترة دي بالذات كان مفترض شنو؟ كان مفترض طوال المبادرة شنو أنا يا جماعة، تجيش الشعب السوداني لصالح الزراعة، مش كورونا ننتهي من المكاتب دي، ما دايرين أي مكاتب، الناس كلهم نمشي وين؟ يمشي المزارع، زراعة ورعي الاثنين ديل، يا زراعة يا رعي، ما دايرين أي شيء. في صناعة ممكن الناس يمشوا صناعة، ماشي، وبالتالي نقدر نستفيد شنو؟ إجابة من شنو؟ من الكورونا. والزراعة فيها شنو؟ الزراعة فيها تباعد يعني طبيعي، تباعد طبيعي. انت بتكون شغال في 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 مزرعتك، هنا اقرب واحد لك بيكون على على بعد 100 متر 200 متر 300 متر، وفي نفس الوقت بيكون البيئة ذاتها ما في اول شيء مكشوفة، البيئة الصحية نفسها ما في تلوث، ما في كذا ما في كذا ما في كذا. وانا كنت بتمنى انه الناس شنو طوال يتجهوا، لانهم يتجهوا للزراعه، خاصه وانه في شنو في مبادره الامير محمد بن سلمان اللي هو زراعه. الامير محمد بن سلمان مستهدف 50 مليار شجره، احنا من ال 50 مليار نستهدف لنا 10 مليار شجره، ال 10 مليار شجره يكون فيها 7 مليار شجره مثمره، و 3 مليار شجره حرجيه او شجره بتاعت غابات. يعني لو احنا زرعنا العشرة مليار شجرة دي بنبقى اغنى اغنياء العالم، وبنبقى شنو نمبر ون فيما لا يقل عن 10 اصناف من الانتاج، سواء كان مانجا سواء كان صمغ عربي سواء كان ما عارف كركديه وكده. يعني صحيح بروف، احنا شاكرين ومقدرين لوجودك معانا، وحبينا نطوف معاك في حلول لمواقف حياتيه احنا بنعيشها في ايامنا، اللي اتمنى ان شاء الله انه مقبل الايام تكون احلى واجمل باذن الله تعالى. والله يا اخي ان شاء الله. بعدين ما في حاجه اسمها يا جماعه ما في امكانات، لا، انت قاعد في البيت عاطل في البيت، الكورونا حابساك جوا البيت، يا اخي ازرع عليك 10 شتلات بتاعة ليمون. صح، الليمون الان في السوق ب 30 جنيه. دي عايزه لها حاجه؟ لا. خليها برنامج لك يومي، اسقي، اعمل لها ما بعرف سيلك شايك، اعمل لها ما طبعا. لكن احنا للاسف ما ايجابيين، نتمنى انه الناس كلهم يمشوا في الاتجاه بتاع البوزيتيف اكشن، وبالتالي يكونوا ايجابيين يعني. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا بروف، بارك الله. نتواصل مع الساده المشاهدين في كل مكان، نشوفكم بعد الفاصل.